حسن نفع بيقول التعديلات المقترحة جريمة تنتهك كرامة الوطن وتسخر إمكانياته لخدمة طموحات رجل واحد لا يفكر إلا في نفسه وتعيد مصر عشرات السنين إلى الوراء بقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي وهاشتاج لا للتعديلات الدستورية. السيسي بيخضع كل الدولة لكلمته. دولة إيه؟ هو في دولة أصلا في مصر؟ مصر مش طالعة من الوحلة دي يا جماعة، مصر خلاص بقت عبارة عن بلد كده مرمية في حتة فيها حبة منتفعين ونصابين عمالين يمصوا في دم الشعب وفي دم الغلابة وحاطين كل البلد في جيبهم. ما تكلمنيش عن دولة ونظام، ما تحسسنيش ان احنا بنواجه بلد. بلد ايه؟ بلد ايه اللي بنواجهها؟ وبلد ايه اللي احنا بندور عليها؟ البلد ضاعت، البلد ضاعت ووصلت للقاع خلاص. الشعب لو عدى بقى موضوع الدستور ده كمان يبقى بالسلامة على البلد. ما بص يا جماعة والله العظيم انا عندي قناعة، عندي قناعة أنا كأحمد العربي شخص المتواضع الفقير إلى الله. إيه اللي يسكت يا جماعة الدم؟ والله ما تفرق معاه أي حاجة بعد كده. إحنا ماشيين وراهم عمالين نبص العصفورة، التعديلات الدستورية، إلحق يا عم. طب أنت موافق ولا مش موافق ولا مقاطع؟ أنا والله العظيم ما ليا في الهبل ده خالص ولا بعترف بالهبل ده. أنا اللي أنا أعترف بيه دلوقتي في شباب بيموت وبيتعدم، شباب بيموت وبيتعدم وناس بتموت في بيوتها وناس بتموت في المعتقلات وناس عماله تدفع ضريبه واحنا قاعدين بص العصفوره التعديلات الدستوريه. ما شفتش الفيديو بتاع خالد يوسف وهو والبت شيماء والبت وفاء والبت نانسي والبت مش عارف مين؟ وانت هتدخل يا معلم على النت واكتب الفيديو الفاضح لخالد يوسف واتفرج ومتع عينك وبتاع وخليك عايش في الغيبوبه، خليك عايش في الغيبوبه. هو احنا اصلا مستنيين ايه من عبد الفتاح السيسي؟ البرلمان بتاعه هيجي يقول له لا يا عبد الفتاح احنا برلمان الشعب الحر ولن نقبل بالتعديلات الدستوريه؟ ايه يا جماعه ما تفوقوا بقى، والله العظيم لازم نفوق بقى كلنا بقى، نفوق ونركز بقى. كفايه انتقاد في بعض وكفايه تقطيع في بعض، خلينا نركز مع اعدائنا ونتحد كلنا كده ونشوف هنعمل ايه. لان والله العظيم الواحد تعب، الواحد تعب من كتر ما هو عمال ينتقد ويتكلم ودول بيقولوا لا وتعالى نقول للي قال ان انت غلطان. يا جماعه ارحمونا وركزوا في اهدافنا وسيبكم بقى من عبد الفتاح السيسي يعدل الدستور لف الدستور. مش قضيتنا، احنا قضيتنا ازاله انقلاب موجود جاسم على صدور المصريين وناس بتموت جوه المعتقلات واهالي شهداء مش عارفين ياكلوا ولا عارفين يعيشوا. يلا نروح لعمرو موسى. عمرو موسى بيقول لك أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر وعلى رأسها منبر البرلمان وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار إثراء للحركة السياسية في البلاد وتأمينا لمصداقية حركة التعديل. بص بقى، أول ما قريت البوست ده قلت إيه؟ استحضرتني الآية الكريمة إن الله يبعث من في القبور على طول. يا معلم هو أنت فين يا عم عمرو؟ انت فين من زمان؟ بس خلي بالك هو عامل زي البرادع كده، البرادع دلوقتي بدا تحس ان هو فيلسوف على الانترنت دلوقتي، بيكتب لك بوست يعني فلسفي عظيم عميق جدا، عميق عميق قوي، عميق لحد تحت قوي في الاخر كده ما تعرفش تجيب اخره، تمام؟ فده سكه البرادع دلوقتي. يطلع لك بقى عمك عمرو موسى يحيي العظام وهي رميم، فيطلع يتكلم ويعمل ابداعات. انا مش هرد عليه بقى، خلي مين اللي يرد عليه؟ الاستاذ وائل قنديل. قال له ايه بقى الاستاذ وائل؟ قال له عمرو موسى يدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات الدستورية وأنا من موقعي هذا أدعو إلى مقاطعة شاسعة لكل هذا الهراء العميق. والله يا أستاذ وائل حضرتك كفيت. عمرو موسى زي ما أنا قلت يا جماعة ميت إكلينيكيا من زمان، من أيام ما كان بيقف مع جبهة الخراب الوطني في مقر حزب الوفد اللي في العجوزة ومعاه سيد البدوي وحمدين صباحي وبقية الشلة دي، من أيام ما كانوا بيقفوا كده ما سمعنالوش حاجة بقى، خلاص البلد راحت في داهية وهم خربوها وقعدوا على تلها، ما بيطلعش من جحره غير إيه؟ في الخراب، من جبهة الخراب للخراب، أي خراب هتلاقيه موجود، بيقول لك حوار وطني. أنت مجنون يا عم عمرو، حوار وطني مع مين؟ ورأي ورأي آخر إيه؟ إذا كان الراجل نزل في الانتخابات واحد من مؤيدينه وقال لك ده داخل معاه الانتخابات، يا جدعان بقى يا جدعان ما تقولوا انه لا يصح الا الصحيح وما بني على باطل فهو باطل وان الراجل ده باطل في باطل وما ينفعش اي حاجه بيعملها دلوقتي. ما تسترجلوا في اخر حياتكم يا اخي وتعملوا حاجه لله كده ولاخرتكم عشان لما تدخلوا القبر يا عم عمرو يا اللي خلاص يعني انت انا ممكن اموت قبليك بس يعني بحسابات الدنيا كده انت راجل خلاص يعني رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، ما تنجز يا عم عمرو وقول كلمه حق كده عشان لما تقف قدام ربنا يمكن يا اخي يقبلها منك. السيسي اللي بقى
بيعتقل اي حد مخالف لرايه. اخوان بقى كان الاول القضيه اخوان، دلوقتي اخوان وغير اخوان وليبراليين، وكل حد بيقف ضده حتى لو كان بيعرض له في يوم من الايام بقى بيعتقله. هيسمح للراي والراي الاخر؟ وبيقول لك مختلف المنابر وعلى راسها البرلمان. البرلمان برلمان بتاع مين؟ بتاع محمود بانجو. يا راجل يا راجل، حد يا جماعه بالله عليكم كده يروح يصحي الراجل ده، يصحيه من النوم او من الغيبوبه اللي هو فيها، تص وشه كده بحبه ماء له فوق عموره، احنا عايشين في عهد عبد الفتاح السيسي. تعالوا بقى نشوف الاستاذ احمد بيقول ايه. بيقول لك الا تنجح اجهزه الدوله في التاثير على الراي العام بمزيد من القصص الجنسيه علشان ننسى التعديلات الدستوريه؟ لا للتعديلات الدستوريه، ابتزاز مش ابتزاز عندنا الاهم. السيسي مزنوق في حوار التعديلات الدستوريه، وبتفكيره العسكري ما عادش قدامه دلوقتي الا الطرق القديمه اللي متعودين عليها، يطلع شويه يطلع شويه تبريرات وشويه ملفات خاصه وحبه تسريبات تسجيل لبرلماني، المهم محدش، المهم ان محدش يخرج عن طوعه، لان هو من الاخر زعيم عصابه بامتياز. عبد الفتاح السيسي زعيم عصابه بامتياز. يلا نروح للي بعده. خالد داوود بيقول عودة برنامج الصندوق الأسود في مواجهة معارضة التعديلات الدستورية غير الدستورية والتي تهدف إلى بقاء السيسي رئيسا لمصر مدى الحياة وسيطرته على كافة السلطات بما في ذلك القضائية. أنا مذهول من كم الانحطاط، لا مواجهة للحجة بالحجة بل مواجهة الحجة والتمسك باحترام دستور. صوت عليه الشعب بنسبة 98% موافقة بتسريب مكالمات وفيديوهات والخوض في الحياة الخاصة للمعارضين. أعتقد أن هذا الأسلوب لن يجدي مع أي عاقل، لأن أي مواطن ساذج يدرك تماما ما سبب هذه التسريبات المفاجئة في إطار حملة تمرير التعديلات، وأنا متضامن مع هيثم الحريري. طيب خالد داوود يا جماعة، خالد داوود ده راجل، أنا دلوقتي أقول لما هو يجي يتكلم الكلام ده عن التعديلات الدستورية أحترم رأيه ده جدا. ليه بقى؟ لأن حتى الناس اهي اللي كانت بتؤيد السيسي بقمة، خالد داوود ده من واحد برضه من أقوى الناس اللي كانت موجودة في جبهة الإنقاذ. ده كانت في قاعة في العجوزة يا جماعة، كان خالد داوود يدير كل جلساتها وكان بيجي فيها كل أعضاء جبهة الإنقاذ، كل واحد كان لهم يوم ومؤتمر والكاميرات كلها كانت بتروح تحت أمرهم هناك. بس ماشي، لما حتى بقى يا سيسي الناس دي دلوقتي بتقول لك اللي أنت بتعمله ده عبث، إحنا بقى مستنيين لسه هيوافقوا ولا ما يوافقوش؟ خالد داوود لسه متفاجئ من كم الانحطاط اللي النظام العسكري بيمارسه، وبيدعو لمواجهه الحجه بالحجه. يا جماعه حجه ايه بحجه ايه؟ وبينتقد سيطره السيسي على السلطه، ماشي جميل، بينتقد سذاجه المواطن المصري الغلبان بانجراره لموضوع التسريبات وادراك اسبابها. طيب ما هو الشعب خلاص المفروض انه يفهم بقى ويبطل سذاجه، او يبطل يفهم الناس دي ان هي بتضحك عليه. يلا نروح للي بعده. دكتور خالد، اعتقد ان سياده اللواء عبد العاطي مش موافق على التعديلات الدستوريه عشان مش لسه هيصبح من الاول والايه والاسياخ كلها مليانه. ايه الاسياخ دي كلها مليانة؟ ماشي ماشي يصبح يعني وبتاع وكفتاجي وكده. طيب ماشي،